وللفن والرسم له دائما حصة بصباحنا اليوم. رح نستضيف صبية صغيرة اسمها لطيفة محمود الكردي، عمرها 19 سنة، بترسم لكن مو على الورق، بترسم على الخشب، بتعبر عن موهبتها بهي الطريقة. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحك يسعد. صباحك لطيفة. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. خلينا قبل ما نستعرض شغلك ونستعرض هاي اللوحات، خبرينا قديش لك بترسمي، وهي موهبة ولا دراسة؟ كيف لحتى قدرتي توصلي لهذا المستوى؟ هلا هي موهبة، وهي الموهبة دفعتني اني سجل على كلية الفنون، بس ضلت موهبة لانه للاسف ما انقبلت. وبرسم لما كنت صغيرة تقريبا وبس. طيب خلينا نحكي، المختلف عندك هو الرسم على الخشب. يعني اليوم عم نشوف طرق للرسم مختلفة، كل حدا عم يحاول يكون عنده طريقته الخاصة. شو اللي جذبك للخشب؟ يعني حسيتي انه ممكن تكون اللوحة معبرة اكثر، او يمكن هي بتكون بطريقة مختلفة تقديم الرسمة كمان؟ هلا ممكن تكون معبرة مثل ما قلتي، وشي مختلف عن الرسم على الورق، والاضافة الالوان كمان بتلعب دور، وكمان هيك حلوة صمدية. لطيفة، إذا بدنا نقول عن البداية، عم بتقولي أنت من عمر صغير بلشتي، طيب كيف قدرتي تطوريها لحتى اليوم منشوفها ممكن صمديات، ممكن حدا يطلب منك رسمة، ممكن لوحة معينة، فكيف قدرتي تطوري هي الموهبة لحتى ممكن ما تضل ببداياتها؟ هلأ أنا بالبداية يعني كانت حب وشغف لهي الموهبة، لهيك حبيت تطورها، ومع الممارسة الحمد لله قدرت وصل لمستوى منيح شوي بالرسم. حاولتي تشوفي شيء على اليوتيوب مثلا؟ انا حاولتي تشوفي تجارب فنانين كبار واسماء مهمه؟ هلا انا بحب يعني انه اشتغل هيك تجارب شخصيه، تجارب شخصيه بحب اجرب، وافشل حتى لو فشلت يعني، بس بحب اجرب. خلينا نحكي شوي عن بعض اعمالك، معنا شوي من شغلك. فينا نقول مثل ما قلتي هو رسمي على الخشب، وبنفس الوقت صمودية، يعني فيني حطها انا احتفظ فيها، مختلفة عن البرواز. يعني فينا نقول الصورة التقليدية النمطية الكلاسيكية انه رسمي بالبرواز وانا بعلقها على الحيط، هون لا، موضوع يعني حتى الخشب له خصوصية، بتحسي فيه هيك شوية الفة او دفى، بيطلع جميل بالبيت. ايه شيء مختلف. فيكي مثلا مثل هي تجمع صورتين لشخصين بعاد بصورة واحدة، كمان هي كثير في اشخاص بتحب هيك. لطيفة، شو خصوصيات هي المادة الخشب لما بنرسم عليها؟ قديه بتفرق معك لما ممكن تكون ورق عن الخشب؟ هلا ما بتفرق كثير، اذا الواحد تدرب واخذت ايده مثلا على الشغل ما كثير بتفرق، بس ممكن تكون مثلا صعبة شوي، اصعب ممكن. اصعب من الورق، لانه بدها تفاصيل. يعني انت ممكن عم نحكي عن الخشب، مو مثل الورقه بتكون هي يعني سلسه، اما صعبه بالرسم، تفاصيل الشخصيه او تفاصيل اللوحه. خلينا نحكي اللوحه كمان صغيره، لهيك بتعذب شوي. قد تاخذ وقت تقريبا؟ ممكن تاخذ لاسبوع وقت. هيك شيء ممكن تاخذ اسبوع؟ ممكن تاخذ لاسبوع وقت، لبين ما تنشف منيح. مثلا اذا بدي اسلمها للصبيه اللي عم اشتغل لها، بدها تنشف، انه بدها وقت لتنشف منيح. طيب ردت فعل الناس او المحيط اللي حواليك؟ كثير في اشخاص حبوا. كيف حبوا الشغل اول مره؟ كيف هيك تقبلوا اول مره بلشت بهي اللوحه الصغيره؟ فكثير في اشخاص حبوا، ففي فرق. يعني في مثلا الرسمات الجداد، يعني كل رسمه عن رسمه عم ارسمها عم تطلع احلى. لهيك في كثير اشخاص بحبوا، في كثير اشخاص حبوا فكرة انه نجمع صورتين سوا. كثير حلو. لطيفة، شو محضرتي لنا اليوم تشتغلي لنا اياه على الهواء؟ نكون سريعين شوي ونطلع شيء حلو. اوكي ماشي، محضرة الرسمة. بدك ترسمي شيء؟ خلينا نحكي. لا رسمتها بس بدها شوية تلوين. بس خلينا اول شيء نشوف شو هي، بدك تكمليها على الكاميرا. هي اللوحة شو الرسمة؟ افوكادو. هيك لوحة ظريفة كيوت. خلينا نبلش فيها. قطعة فواكه هي. هلا أول شيء كيف بتبلشي مع الخشب؟ بتقطعيها ولا بتجيبيها هيك جاهزة ولا هلا بشت بدك شوي مشان الملمس تبعها يكون مختلف؟ لا هلا بابا بيشتري لي اياهم هيك وبنعمهم مشان تكون ملمسها كثير ناعم. يمكن الفرح بتكون مختلفة طريقة الرسمة على الخشب، كلياتنا بنحب يكون في عندنا صمدية أو لوحة أو رسمة. أكيد لقلنا. خاصة إذا صورة كثير بنحبها نور و مثلا لعبه بنعمل هيك، تحسي إنه الخشب فيها هيك مع غرفة النوم فيها غرفته، فيها هيك
روح مختلفة عن الشيء التقليدي والكلاسيكي. هلا شو عم ترسمي؟ خلينا نحكي للهواء. اللطيفة هي قطعة الخشب، قد ايه بدها الشغل قبل ما تبلشي ترسمي عليها؟ فهمت السؤال؟ ما فهمت السؤال كثير. عم تقلك قديش بدك وقت لما بدك تبلشي ايد بالرسمة؟ هلا بدها وقت، يعني بدها وقت منيح شوي. خلينا نحكي عن المراحل لكل بدها بالاول، يعني مثلا احيانا اذا الرسمة كثير فيها تفاصيل بقعد مثلا هيك شي ساعتين برسم برسم برسمها كشكل اولي على الخشب بالرصاص. خلينا نحكي عن الخطوات، يعني هي اي حدا يمكن بيرسم على الورق حابب يرسم على الخشب ممكن ارسم بالاول بالرصاص الشكل الاولي، بعدين بلشي انه بالالوان. ممكن ترسمي بس بالاول مثلا خطوط يعني بس رئيسيه، اذا متمكن شوي بالتلوين بتطلع كمان حلوه، بتطلع اسهل. في نوعية محددة لطيفة للخشب يلي بتقدري ترسمي عليه او اي قطعة خشب ممكن تعملي لها معالجة؟ اي قطعة خشب ما بتفرق. شو بتشتغلي عليها حتى تقدري ترسمي؟ يعني هذا السطح الاملس لطيفة، كيف بتعمليه بهي الطريقة لحتى تقدري ترسمي وتطلعي اللوحة؟ هلا في منها بتكون جاهزة هيك ناعمة جاهزة، واحيانا تكون انه بشتريها انا وبنعم لي اياها بابا. طيب حكيتي نقطة كثير مهمة، يمكن انه بالبداية بتبلشي تظللي بال فينا نقول بالقلم الرصاص مشان مو تظليل بس انه الشكل الاساسي الخطوط الاساسية. كملي. بنحط الخطوط الاساسية بعدين ببلش بالالوان. خلينا بس ناخذها شوي هيك على الكاميرا، يعني تقربي لعندي شوي. تعال خليني انا اخذ مكانك. ايوه مشان تبين لانه منا واضحة كثير. تمام. هون شو عم نرسم؟ نرسم لإيدين. هي قطعة فواكه؟ قطعة فواكه بس إنه بشكل كرتوني شوي. قد بتاخذ منك وقت هيك قطعة تقريبا؟ هلا هي لأنها صغيرة وما فيها كثير هالتفاصيل، ممكن تاخذ معي لحد الخمس ساعات أحيانا. والألوان كلها مائية؟ لا اكريليك مشان تكون ثابته اكثر، مشان النشافه، مشان تضل لطيفه. قد ايه بتحسي في فرق بين القطعه اللي عم تشتغل بعمل يدوي، واليوم شفنا كثير الات قادره انها تنتج كثير من القطع بشكل سريع، ممكن ما تحتاج كل هذا الوقت والدقه تكون كثير عاليه فيها؟ هلا انا بحس انه لما تنشغل الشغله باليد ممكن تطلع فيها هيك حب اكثر، وخصوصي للشخص اللي عم يشتغلها. الناس ممكن تميز هذا الشيء لطيفة؟ هلا ايه بتتميز عن الطباعه او الشغل السريع مثلا، الشغل المتقن احيانا بيتميز. طب شو اكثر شيء بيطلبوه منك ترسمي لهم؟ اكثر شيء رسم الشخصيات. شخصيات وخصوصي اذا كانوا مثلا صورتين واجمعهم سوا. طيب خلينا نحكي عن التسويق لشغلك اليوم، قديش بتشوفي السوشيال ميديا نوعا ما ريحت شوي يعني كثير للتسويق للشغل؟ لانه نعرف تكلفه مثلا نقول المحل او معرض او رسم، فبتساعدك بالشغل نوعا ما. يمكن الناس تعرفت عنك على طريق السوشيال ميديا. في اشخاص وبوقت قصير عرفوا مثلا قدروا يوصلوا لحساباتي او انه قدرت اوصل هالفن مثلا. خلينا انا بس نفرجيهم مبدئيا للكاميرا كيف صارت. اوكي هيك تمام. هلا اول شيء ما كان في، يعني في كان تحديد شوي بالالوان، هلا عم ترسمي بعض التفاصيل للرسمه. هلا باي مرحله فينا نقول انت؟ لمسات اخيره يعني تقريبا. كيف بتفكري تطوري شغلك لطيفة؟ ممكن وسع مجال شغلي أكثر، دخل أشياء جديدة وأفكار جديدة على الشغل. حاولتي تعملي معارض خاصة فيكي أو حتى تشاركي بمعارض لو كانت مشتركة؟ هلا لحد الآن لا. تطمحين بالمستقبل يكون عندك معرضك الخاص؟ إيه مزبوط. طب شو ممكن مثلا غير الخشب تطمحي فعليا بالمستقبل ترسمي؟ هلا ممكن مثلاً أحيانا شيء مميز مختلف. برسم على الجدران، برسم مع الثياب كمان. على الثياب عم نشوف يمكن فرح بالاونه الاخيره في هيك توجه
مع الموضة، بتلاقي ديزاينات جديدة، الرسم الجمل حلوة ممكن نحبها كمان نور نكتبها، ومهضومة بتكون، تطلع بطريقة مختلفة. مزبوط. بس صعبة على التياب أكثر؟ نفس الشيء تقريبا، نفس الخطوات. مزبوط. فينا نقول خلصنا؟ تقريبا. هلا فينا نشوف اللوحة النهائية، وهي مهضومة ناعمة يعني بسيطة هي. للأطفال يمكن. مزبوط. خلينا نرجع لمكانه. تفضلي. لطيفة بالنسبة إذا بدنا نقول حتى للتشجيع، لما بيكون طفل بعمر صغير عنده موهبة ملفتة مثل هي الموهبة، قد ايه بتحسي كل الوسط المحيط بيشجعه وبيدعمه؟ لأنه عم نشوف استمرارية لعمر 19 سنة، فخلينا نحكي عن هي الفكرة، قد ايش هي مهمة بحياتك؟ مين أكثر الناس الداعمين لإلك؟ لا كثير مهمة شغلة التشجيع، لأنه أحيانا إذا الواحد ما لقى تشجيع ودعم للشيء اللي عم يساوي ممكن إنه يحس الشيء اللي عم يشتغله انه مو منيح مو حلو ما يطور. فانا كثير لقيت تشجيع من اهلي اول شيء، مثلا امي وابي واخواتي كثير لقيت تشجيع منهم. يمكن قلتي لطيفة انه ابوكي يمكن هو شريك هي الموهبة، بيساعدك بكل التفاصيل، وخصوصا قطع الخشب اللي هي اساسا تتشكل عليها الرسمة الاساسية، حتى هو بيساوي لي الستاندات كلياتهم. فقديش يمكن سعيد فيكي، ولما تشوفي فرحة الوالد فيكي قديش بتعطيكي نوعا ما مسؤولية، بيعطيني دافع ومسؤولية اني كمل وطور من شغلي اكثر. طيب بالنسبة لهذا المشروع الحلو اذا بدنا نقول هي موهبة، بتفكري انه يصير هو مشروعك الخاص ويكبر ويصير حتى مصدر دخل لإلك؟ اي مزبوط، لحد الان يعني انا عم اشتغل فيه كمشروع هو الرسم على الخشب، وعم طوره لساته ببدايته بس لحد الان عم طوره يعني. طيب تطمحي تعملي كورسات مثلا؟ كثير من الاولاد بنحس انه عندهم هي الموهبه رسم بس ما بتلاقي في التوجه الصحيح او الدعم الصحيح من قبل الاهالي، وشيف عم نشوف يمكن فرح مع كان بدايه انتشار فيروس كورونا كثير الناس توجهت للاونلاين يعني كورسات عن طريق الاونلاين والاعمال يدويا، وقديش اخذت صدى. شفنا يمكن الرسم على الخشب، شفنا اوقات العمل اليدوي بالخرز حتى تماما ما في شيء الواحد يعمله وبالبيت، فكثير ناس عندهم هي الموهبه الحلوه. شو رايك انت بفتره كورونا لطيفه؟ هلا الاشخاص بفتره كورونا كونهم قعدوا بالبيت، في اشخاص كثير من الملل حبت تكتشف المواهب اللي عندها، وفي كثير عالم انه اكتشفوا شغلات انه ما كانوا مكتشفينها عندهم. يمكن اكثر فتره رسمتي فيها هي فتره كورونا، كان عندي بكالوريا. الحمد لله توجهتي للدراسه. هلا شو عم تدرسي؟ جغرافيا. جغرافيا اختلاف يعني اختلاف فينا نقول كبير بالدراسه. بس انه حاولت اقدم على كلية الفنون وما انقبلت. يلا ان شاء الله بالمستقبل تنقبلي ان شاء الله. لطيفة كثير مبسوطة انك انت ضيفتنا لليوم، بدي اتمنى لك كل التوفيق يا رب، وان شاء الله هذا المشروع بيكبر اكثر واكثر وبتصير هي الموهبة على مستوى الوطن العربي بعدين العالم. شكرا لك لطيفة وكل التوفيق لك. الله يسلمك. اكيد بدنا نشكرك لطيفة على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا رب، ونستضيفك بحلقات قادمة مع فينا نقول معرض خاص لإلك. شكرا كثير لك. شكرا لك.